بسم الله بديت وعن بيصليت كان حتى كان الله في كل مكان، كان الحبق والسوسان في حجر بلا عدنان عليه أفضل السلام. حكايتنا اليوم يا سادة سميتها حتى يطيب تريد ودير الله ما يريد. ومن بعد كان يا مكان في قديم الزمان واحد الدوار بين الجبال والوديان، كان كيسكنو واحد الراجل غني عندوش لا أراضي وبقر وغنم وحتى الخدم. كان معروف عليه شحال سقران، هوايتو هي يجمع المال، مرات قليلة اللي كان فيها كيتصدق. كان عنده جوج عيالات، والدي اللي سبعة البنات، وهذا الأمر كان كيزعجو بزاف. لمن غيخلي هاد الخيرات وشكون غيورثو في الميراث؟ داكشي علاش قرر يتزوج بالمرأة الثالثة اللي اختارها ما بين الخدم، على الله وعسى تجيب ليه شي وليد. كانت بنية زوينة ولطيفة، ما قدراتش امها مسكينة تمنعها من الزواج. ايوا ظروفهم هكا كانت تحكم عليهم، يطيعوا اوامر سيادهم. ايوا يا سيادنا هكذا الا بغاو يبقاو على قيد الحياه. ايوا مسكينه البنيه تزوجات بسيدها، ايوا وصى عليها المراه الكبيره في عيالاته، عمرها ما شفت معها النهار الزين، كانت كتعاملها معامله خايبه بزاف. اما راجلها البخيل ما كانش كيشبعهم حتى في كرشهم. ايوا واخا هاد الظروف الصعيبه كامله البنت حملات، وحيت كان اول حمل ليها كان صعيب عليها. امها منين ساقت الخبر نبهاتها باش ما تقول الحمل ديالها على حتى وحده من دريراتها، وهكذا تتفادى الاذيه. البنت مسكينة هزات حملها بوحدها وصبرات حتى تقضى صبرها، وغير ما كيزيدو حمها ما قدراتش تصبر على اللحم، جاها صعيب شوية. ولمن غتشكي هاد الهم إلا على مويمتها، عيطات لمويمتها وخبراتها بأنه راه مشى هي كبدات الخروف مشوية. إيوا العين بصيرة واليد قصيرة، بكات البنت حتى بكات. أمها صبرات قالت ليها بنيتي أنا ما عندي باش نشري لك الكبدات الخروف. إيوا البنت صبرات والظروف أمها قدرات. إيوا عرفت بأنه من غير أمها ما كاينش اللي غادي يحن فيها، داكشي علاش قررات تعمل شرع يديها. إيوا يا سيادنا خرجات من الباب الكبير تاع الدار كتسلت وقصدت الجبال اللي كترعى فيها الغنم. واحد السارح كيسرح الغنم مشات عنده في الحال وقالت ليه عندي ليك واحد الطلب، انا مرا حاملة وحتى حد ما عرف هذا الامر، وانا كنت توحم وتزاد عليا لحم وبغيت غير طريفة ديال الكبدة ديال الخروف مشوية. وجاوبها السارح في الحين قال لها ها بنتي انا هاد الغنم ماشي ليا، انا غير خدام عند واحد الراجل، وهاد الراجل كيعود عليه بخيل وكيعرف كل كبيرة وصغيرة على الخرفان، وإلى لقى شي خروف ناقص يقطع لي الراس. طلباتو ورغباتو وعطاتو عهد الله وقالت لي بأنه حتى
حتى واحد ما يسق ليه الخبار. والسارح مسكين كان حنين، ما كان بيديه غير يدي الأجر في المرأة اللي كانت توحم، وهو ياخد خروف صغير ودبحه وخدا منه الكبدة وشعل العافية وشواه ليها. البنت المحمى مسكينة كلات حتى شبعات ولدارها رجعات، وفي طريقها غسلات يديها في الواد باش هكا حتى حد ما يحس بها ولا يشوفها. ولكن كيف قالوا ناس زمان، البلاصه فين كاين صديقك كاين عدوك. الدره الكبيره منين ساقت ليها الخبر ما كايناش، صيفطات وراها واحد المرة تبعها وتشوفها فين مشات. ايوا المرأة ما كانت من العاجزين، وصلت الخبر لدرتها، والدرة بدورها وصلت الخبر لراجلها، والراجل البخيل حلف حتى ينتقم من كرامته. قال كيفاش تفضحني في الدوار وتقول انا راجل بخيل ومخلي اهل داري جيعانين؟ امر الرجال باش يذبحوا خروف سمين ويكون مشوي على الحطب، امر النساء باش يوجدوا طرح كبير من التريد صوبوا به قسعه كبيره من الرفيسه. زياده على هاد الشي امرهم باش يوجدوا جوج ديال الجمال، جمل يخليوه جيعان وجمل يخليوه عطشان، هكذا باش يوجد الخطة ديالو الشيطانية وينتقم من البنية ويخلي مرتو مسكينة تاكل القسعة ديال التريد كاملة، ويربط ليها يديها مع الجمل العطشان ورجليها مع الجمل الجيعان. الجمل الأول يقرب ليه الماء، والجمل الثاني يقرب ليه الماكلة، هكذا ما يكونوا الجمال فين ياكلوا ويشربوا حتى تكون مراته تقسمات على النص، وهكذا ينتقم من كرامته. ايوا يا سيادي، امها طلبات وزوجات ورغبات، ولكن الغالب الله انهض فيها وحطها في واحد البيت مظلام. ايوا منين تلاقاو بجوج قالت ليها امها ايوا شفتي النتيجه يا بنيتي؟ يا قلت لك ستري ماستر الله، انا كنت خايفه من ضريرات كيكيدو ليك، لكن مولا دارك وجد لك مكيده كبار منها، جد لك خروف مشوي وش لا تريد كيطيب. ايوا فكها يا من وحلتيها، جاوبتها بنتها. جاوبتها بنتها وهي كلها إيمان وثقة كبيرة في الله، يا أمي رخفي على راسك شوية، ومنين تيب تريد يفعل الله ما يريد. إيوا يا سيادي، داز الوقت ومشات كبيرة الطبخة عند سيدها وقالت ليه أسيدي راه طاب تريد. قال ليها أعطيني بعدا ندوق قبل ما ننفذ الخطه، وغير حط اللقمه في فمه ما جا في نصرتها حتى وحلات ليه في حلقه، وهو يتخنق وطاح في الارض كيتركل حتى مات. ايوا والبنت خرجت يومها من البيت المظلم اللي كانوا محبوسين فيه، وبقات كتبسم هي امها وقالت ليها شفتي يا امي، يا قلت هذيك منين يطيب تريد يفعل الله ما يريد. ايوا حشيتي، مشات من واد الواد ودوها الناس الجواد. ايوا يا سيادنا، كنتمنى حشيتي تعجبكم وتستفدوا منها، والى حلقه مقبله ان شاء الله.